مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و508 حالات شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16,097 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام وصل إلى 13,442 حالة بنسبة تعافي تبلغ 83.5%، فيما ارتفع عدد الوفيات وللأسف إلى 257 حالة وفاة بمعدل إماتة يناهز 1.6%. إذا نذكر مشاهدينا الكرام بارتفاع عدد الوفيات بكورونا بالمغرب إلى 257 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة، وتسجيل 161 إصابة و508 حالات شفاء بالمغرب. حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و508 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16,097 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التامة وصل إلى 13,442 حالة شفاء بمعدل وصل إلى 83.5%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 257 حالة وفاة للأسف بمعدل إماتة يناهز 1.6%. إذا ارتفاع في حالة الوفيات مشاهدينا الكرام في ارتفاع بسبب فيروس كورونا خاصة على مستوى مدينة طنجة التي عادت إليها عملية الحجر الصحي ببعض الأحياء الشعبية كحي بني مكادة وحومة الشوك والمرس والعرفان بعد انتشار فيروس كورونا وبؤر عائلية وصناعية بهذه المدينة. مدينة طنجة مشاهدينا الكرام التي تتصدر حصيلة الوفيات على المستوى الوطني خلال 24 ساعة الماضية، كانت سجلت طنجة 3 حالات وفيات. إذا الحذاري مشاهدينا الكرام والالتزام بالاحترازات الوقائية وكفى من الاستهتار في هذا الوباء. رجاء المشاهدين الكرام مزيدا من الحدة والحذر، الفيروس ما زال ينتقل في طنجة، رجاء لتخرجوا عملوا الكمامات ديالكم والتزموا بالاحترازات الوقائية، عموا يدكم
عاقبوا يدكم بالمطهرات الكحوليه، عملوا الكمامه ديالكم فيما مشيتوا الحدائق العموميه والاماكن العموميه. كيف ما تابعتوا معنا فوزاره الداخليه قررت اغلاق مدينه طنجه كليا، وخلال 24 ساعه تراجعت عن القرار وقامت باغلاق 4 أحياء توجد بها بؤر عائليه، كما ذكرت سابقا حومة الشوك، بني مكادة، المرس الخير، العرفان. هذه المجموعة من الأحياء التي سيطبق عليها حظر التجوال ابتداء من الساعة 8 مساء، حيث سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية وكذلك المقاهي والمطاعم بعد تفشي وباء كورونا بهذه الأحياء، وقصد محاصرة انتقال هذا الوباء الخطير الذي ما زال ينتقل في صمت ويقتل في صمت الحالات الحرجة التي ترقد بقسم محمد السادس. وهناك علامة، أكثر من علامة استفهام حول حصيلة الوفيات الكثيرة التي تسجل على مستوى مدينة طنجة. الكل يتساءل ما السبب في ارتفاع حصيلة الوفيات على مستوى مدينة طنجة التي تتصدر على المستوى حصيلة الوفيات منذ بداية جائحة كورونا. يظهر على أن الجواب عند المسؤولين عن قطاع الصحة بهذه المدينة ووزارة الصحة كذلك المسؤول عن القطاع الصحي، أين هو الخلل في ارتفاع الوفيات بمدينة طنجة؟ أين هو الخلل في ارتفاع وفيات خاصة على مدن جهة الشمال وبالضبط بمدينة البوغاز؟ منذ بداية جائحة كورونا التي حصدت العديد من الأرواح بسبب هذا الفيروس القاتل، فرجاء المشاهدين الكرام التزموا بالتدابير الاحترازية والوقائية سواء في المقاهي والمطاعم. كما رصدت شوف تي في مجموعة من المقاهي الشعبية خاصة منها جالسين الناس في طاولة وحدة اللي خصها تكون جوج ديال الناس كل طاولة، كتجبر أكثر من 4 أشخاص، واحد عامل كمامة وثلاثة بلا كمامة، طابلة فيها جوج طابلات 10 ديال الناس، جوج عاملين كمامات 8 بلا كمامات، وهادشي راه خطير جدا، وهادشي راه كينقل الفيروس بسهولة إلى الأسر والأهل والأصدقاء، وكيزيد في انتشار هذا الوباء وما يمكنش المحاصرة ديالو. ويشكل خطر على صحة المواطنين جمعاء سواء على مستوى طنجة أو على باقي جهات المملكة. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، نلتقي في مباشر آخر. أترك الخط لباقي الزملاء المراسلين لتقديم الحصيلة على مستوى جهتهم ومنطقتهم. حذاري ثم حذاري ومزيدا من الحيطة والحذر وكفى من الاستهتار. أذكر في النهاية بالحصيلة، ارتفاع عدد الوفيات بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية يصل عدد الوفيات إلى 257 حالة وفاة، وتسجل 161 حالة إصابة و508 حالة شفاء بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية. تحية لكم أينما كنتم، شكرا على تتبعكم لقناة شوف تي في، خليكم على تواصل معنا على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.